السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناه من الاخر الخلاصه لو اول مره تزور القناه يا ريت تشترك في القناه وتضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار باذن الله تعالى معكم محمد نور الدين وبعتذر ان الفيديو جاي متاخر طبعا ترتيب جدول الدوري الاسباني بعد انتهاء الجوله الثانيه عشر اللي انتهت امس الاثنين 7 12 2020 اليوم الثلاثاء طبعا ولكن يعني حصل ظروف ما قدرتش اذكر الفيديو امبارح هنتكلم عن الترتيب نتائج بالنسبه لنتائج سلتا فيجو فاز على اتليتيك بلباو 2-0 ليفانتي فاز على ختافي 3-0 ريال مدريد فاز على اشبيليه 1-0 اتليتيكو مدريد فاز على بلد الوليد 2-0 زي ما قلنا اتليتيكو مدريد فاز على بلد الوليد 2-0 قادش فاز على برشلونه 2-1 غرناطه تعادل امام هويسكا 3-3 ريال بيتيس فاز على اساسونا 2-0 وفيا ريال تعادل امام ايليتشي 0-0 ديبورتيفو الافيس تعادل امام ريال سوسيداد 0-0 وامس الاثنين سبعة عشر فالنسيا تعادل امام ايبار صفر صفر خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني بعد انتهاء الجولة الثانية عشر في صدارة ترتيب جدول الدوري الاسباني بعد انتهاء الجولة الثانية عشر اتليتيكو مدريد في الصدارة في مركز الاول بستة وعشرين نقطة من عشر مباريات فقط لهم مباراة مؤجلتين ريال سوسيداد في المركز الثاني بخمسة وعشرين نقطة فياريال ريال في المركز السادس الثالث الثالث بواحد وعشرين نقطة ريال مدريد في المركز الرابع ب بعشرين نقطة قادش في المركز الخامس ب عشر نقطة إشبيلية في المركز السادس ب16 نقطة غرناطة في المركز السابع ب15 نقطة اه ريال مدريد لهم مباراة مؤجلة قادش اه إشبيلية لهم مباراتين مؤجلتين غرناطة لهم مباراة مؤجلة يعني 11 مباراة في المركز السابع قلنا غرناطة ب15 نقطة ولها مباراة مؤجلة ريال بيتيس في المركز الثامن ب15 نقطة برشلونة في المركز التاسع ب14 نقطة لهم مباراتين مؤجلتين إلتشي في المركز العاشر ب14 نقطة من 10 مباريات إيبار في المركز الحادي 11 عشر ب14 عشر نقطة ديبورتيفو ألافيس المركز ال12 ب 14 نقطة فالنسيا في المركز الثالث عشر ب 13 نقطة أتلتيك بلباو في المركز الرابع عشر ب 13 نقطة من 11 مباراة ختافي في المركز الخامس عشر ب 13 نقطة من 11 مباراة سيلتا فيجو في المركز السادس عشر ب 13 نقطة وعندنا ليفانتي في المركز السابع عشر ب 11 نقطة من 11 مباراة وساسونا في المركز الثامن عشر ب 11 نقطة من 11 مباراة بلاد الوليد في المركز التاسع عشر ب 10 نقاط وهويسكا في المركز 20 والأخير ب 8 نقاط أما عن ترتيب أه اما عن ترتيب الهدافين في صداره هدافي جدول الدوري الاسباني بعد انتهاء الجوله الثانيه عشر ميكيل إيرالزابال لاعب ريال سوداء بسبعه اهداف في المركز الثاني جيراردو مورينيو لاعب فياريال بسته اهداف وياغو سباس لاعب سيلتا فيجو في المركز الثالث باكو الكاسير لاعب فياريال بخمسه اهداف جواو فيليكس لاعب اتليتيكو مدريد ولويس سواريز لاعب اتليتيكو مدريد وفي المركز الرابع انسو فاتي لاعب برشلونه باربعه اهداف وانجل رودريجيز لاعب ختافي وبورتو لاعب ريال سوسيداد وكارلوس سولير لاعب فالنسيا وموراليس لاعب ليفانتي وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد وليونيل ميسي لاعب برشلونه وماركوس لورينتي لاعب اتلتيكو مدريد ويوسف النصيري لاعب اشبيليه كريستيان تيو لاعب ريال بيتيس مركز الخامس انطوان جريزمان لاعب برشلونه بثلاثه اهداف وماكسيميليانو غوميز لاعب فالنسيا ومانو فاليجو لاعب فالنسيا وروجر مارتي لاعب ليفانتي اما بالنسبه لترتيب الهدافين عذرا ترتيب صناع الاهداف يعني في صدارة صناعة الاهداف انخل كوريا لاعب اتليتيكو مدريد بصنع اربع اهداف في المركز الاول ايضا كاناليس لاعب ريال بيتيس المركز الثاني الفارو نغريدو لاعب قادش صنع ثلاثة اهداف ومعه جاردي الب لاعب برشلونه وخيسوس نافاز لاعب اشبيليه وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد ولي كانغ ان لاعب فالنسيا وتريبر لاعب اتليتيكو مدريد ورودريغو لاعب ريال مدريد وكاميلو هرنانديز لاعب ختافي وخواكين سانشيز لاعب ريال بيتيس في المركز الثالث في صناعه الاهداف انطوان جريزمان لاعب برشلونه صنع هدفين وبورتو لاعب ريال سوسيداد وكارلوس سولير لاعب فالنسيا وديفيد سيلفا لاعب ريال سوسيداد وباكا والكاسير لاعب فياريال ريال واياكوس باس لاعب سيلتا فيجو ولوكاس اوكامبوس لاعب اشبيليه وسيرجي بروبرتو لاعب برشلونه واوسكار بلانو لاعب بلاد الوليد تابع الكرام كان معكم محمد نور من قناه من آخر وخلاص اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري الانجليزي الدوري الاسباني بعد انتهاء الجوله الثانيه عشر ترتيب الهدافين وترتيب صناع الاهداف نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته